بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، مائل للدفع على السواحل الشماليه الشرقيه، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على اغلب الانحاء، في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، كمان في نشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، خصوصا ان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وهل كمان هيستمر معانا الايام الجايه حتى نهايه الاسبوع؟ بالفعل، يمكن احنا بدانا من اليوم نشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، وده بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه القادمه من مناطق صحراويه ما بين صحراء شبه الجزيره العربيه وايضا الصحراء الغربيه. الكتل دي مرتفعه في درجات حرارتها بالشكل الكبير، كمان هياثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زياده قدرات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير واحساسنا بارتفاع درجات الحراره. الارتفاع ده هيكون تدريجي، يعني اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 28 الى 29 درجه مئويه، وهيستمر لحد نهايه الاسبوع. ذروه الارتفاعات هتكون يوم الخميس القادم ان شاء الله، وتبلغ العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه خلال فتره النهار. يمكن دي اعلى درجه حراره هنسجلها خلال ارتفاع في درجات الحراره. المناطق الجنوبية توصل ل 38 درجة مئوية، الأقصر وأسوان. فعشان كده احنا هنوصف الطقس النهاردة ان هو طقس نقدر نقول مائل للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى. أجواء حارة على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات المغرب هيكون في متوقع نشاط للرياح في أغلب محافظات شمال البلاد. نشاط الرياح هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من الأهم بس الرياح دي هتكون محملة بالرمال والأتربة ولا هتكون رياح عادية؟ اليوم نشاط رياح هيكون نشاط رياح عادي، مش هيكون معاه أي أتربة ورمال مصارة، فقط هيخلينا نحس بالبرودة خلال فترات الليل وفترات المساء. لكن غدا متوقع أن نشاط رياح ده يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في غرب البلاد، يعني في سيوة وفي مطروح والصحراء الغربية. المناطق الداخلية ممكن يكون عليها أتربة عالقة، لكن ده مع يوم الخميس مش النهارده ان شاء الله. فقط نشاط رياح اليوم هيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره فترات المساء وفترات الليل. كمان اليوم في شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي بتاثر على الرؤيه الافقيه وبتتكون فتره الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، لانها مش شبوره مائيه كثيفه، هي شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى بسرعه جدا مع سطوع اشعه الشمس، ومتوقع استمرارها معانا خلال الايام القادمه. بعد ارتفاع درجات الحراره هيحصل مره اخرى انخفاض في درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل. عشان كده احنا بننصح كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس. صحيح. مفيش مشكله تماما من تخفيف الملابس فترات النهار، واحنا اكيد مع ارتفاع درجات الحراره كل الناس بتخفف الملابس. صحيح. اللي هناكد عليه فترات الليل، ما زالت البروده موجوده فترات الليل، فلو بنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر لازم الصحاب معانا جاكيت، يكون جاكيت خفيف، او بنرتدي ملابس رباعيه مش ملابس صيفيه. بالاضافه كمان لازم تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر بسبب الشبوره المائيه على اغلب الطرق. ومرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه ناخد بالنا خلال الايام القادمه، لان في بعض الايام هيكون فيها اتربه ورمال مسار. لا ربنا يسترها باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك للمتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 28 الصغرى 18، العاصمه الاداريه 28 18، اسكندريه 27 16، العلمين الجديده 26 16، مطروح 26 16، دمياط 22 16، بورسعيد 22 16، اسماعيليه 27 18، السويس 28-18، العريش 23-16، كاترين 25-7، طابة 22-18، حلايب 28-20، شلاتين 30-20، شرم الشيخ 30-20، الغردقة 31-20،
الفيوم 29-17، بني سويف 30-17، الوادي الجديد 34-18، أسيوط 32-16، سوهاج 33-17، قنا 34-18، الأقصر 34-19، وأخيرا أسوان 35-20. زي ما كنا مع حضراتكم في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ونخلي بالنا أن من بكرة هيكون في رياح لكن هتكون محملة بالرمال والأتربة، نتوخي الحذر خاصة لمرضى الجيوب الأنفية، وناخد بالنا كمان من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل. هرجع مرة تانية لأحمد ومنى علشان نكمل معك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم. شكرا.